دلوقتي لو معاك جهاز قديم او متوسط وعايز تشغله بشكل اسرع وبنظام احسن وتقدر كمان تشغل عليه كل برامج الاندرويد، فالحل هو نظام الفيد او اس. في الاول طبعا انا بنصحك ان انت تتفرج على فيديو الكروم او اس فليكس من الاي اللي فوق ده، لان انت اول ما هتتفرج عليه هتفهم الفيديو ده بسهولة كتير جدا، لان نظام الفيد او اس هو نظام زي الكروم او اس بالظبط، هو نظام مبني على برامج الويب ومبني على لينكس، فالبرامج اللي بتستهلك من الويب اكتر ما بيستخدمش من الموارد بتاعت الجهاز كتير سواء البروسيسور او غيره، فبالتالي تلاقي الجهاز سريع وسلس معك. الجديد بقى في فيد او اس عن الكروم او اس هو ان في سب سيستم اندرويد جواه، وده بيقدر يخلي البلاي ستور يشتغل وتقدر تشغل كل برامج الاندرويد بشكل كامل، ده غير ان الاداء العام بتاعه اسلس واحسن من الكروم او اس، وكمان السيستم اب تو ديت وبينزل له ابديتس عادي جدا. ولما برامج الاندرويد تبقى موجوده ده هيبقى مفيد في الوقت اللي انت قاعد فيه مثلا في مكان ما فيهوش نت، فانت عندك البرامج تقدر تستخدمها اوفلاين عادي. طيب من غير رغي كتير خلينا نخش في السيت اب بتاع الفيد او اس على الجهاز بتاعك. انت مش هتحتاج برامج اصلا كتير، الموضوع سهل خالص. اول حاجة هتخش على موقع الفيد او اس في السكشن بتاع الداونلودز، انا هسيب اللينك بتاعها في الديسكريبشن، تكون طبعا مختار فيد او اس فور بي سي. هتلاقي عندك 3 اختيارات، اول اوبشن ده هتختاره لو انت البروسيسور بتاع الجهاز بتاعك ما بين الجيل الثالث للجيل الثامن في بروسيسورز بتاعت انتل، والاختيار الثاني لو انت البروسيسور بتاعك في الجيل التاسع للجيل ال 12، والاختيار الاخير ده للبروسيسورز بتاعت ام دي عموما او اي بروسيسور انتل مش موجود من ضمن الاختيارين اللي فوق. اول ما هتختارهم هتخش على البيج اللي بعدها، هتلاقي فيه 3 حاجات تقدر تحمل منهم، فانت هتختار الاوبشن اللي هو بالنسبه لي افضل حاجه، يعني الميرور 2 او اللي هو هينزل لك الملف بتاع الفيد او اس مباشره. تقدر حتى تاخد اللينك ده تستخدمه لو انت عايز تحمل الملف بتاع الفيد او اس في مثلا انترنت داونلود مانجر او اي برنامج تحميل تاني. بعد ما حملنا السيستم بتاع الفيد او اس اللي هو بقى تقريبا 2 جيجا، هنحمل بس البرنامج صغير، وده البرنامج الوحيد اللي انت هتحمله، برنامج البالينا اتشر. البرنامج ده هو اللي هيساعدك ان انت تحط نسخة الفيد او اس على الفلاشة بحيث الفلاشة تبقى بوتابل لفيد او اس. هتكتب بالينا اتشر على جوجل وهتلاقي برضو اللينك بتاعه في الديسكريبشن، هتحمل الانستولر والبرنامج هيحمل معاك على طول. في حاجة عايز انبه عليها، ان انت الفلاشة اللي انت هتستخدمها تكون على الاقل 16 جيجا. فهنفتح برنامج البالينا اتشر، اول حاجه هتختار الفايل، المكان بتاع الفايل بتاع نظام الفيد او اس، بعد كده هتختار الفلاشه اللي انت حاططها بعد ما تكون حاططها على الجهاز طبعا، وهتسيب البرنامج هيبدا يشتغل يعمل فلاشنج لنظام الفيد او اس على الفلاشه. الموضوع هياخد من 10 دقائق لربع ساعه على حسب امكانيات الجهاز بتاعك. بعد ما العمليه دي تخلص الفلاشه هتبقى في الحاله دي هي بوتابل درايف، فالفلاشه دي هتبقى بتاعه النظام، مش هتقدر تخزن عليها حاجات او تحط عليها ملفات تاني. في كذا طريقه طبعا سهله جدا، ان انت لو عايز بقى ترجع الفلاشه دي تاني تقدر تستخدمها في نقل الملفات وكده من غير ما يبقى عليها نظام الفيد او اس، فهسيب لينك لطريقة منها في الديسكريبشن. طيب بعد ما برنامج البالينا اتشر يخلص فانت كده خلاص النظام جاهز ان هو يتعمل سيت اب. الخطوه الجايه بقى اللي هنقولها دي لو انت عايز تنزل نظام الفيد او اس جنب الويندوز، لكن لو انت هتنزل نظام الفيد او اس على الجهاز كله فانت مش محتاج الخطوه الجايه دي، وهو انك هتيجي تحت على علامه الويندوز كليك يمين وبعد كده ديسك مانجمنت، هجيب لك كل الهاردات اللي انت حاططها على الجهاز بتاعك بكل الدرايفز اللي فيها. فانت لو عايز تاخد جزء من درايف معين من الهارد نفسه هتعمل كليك يمين على الدرايف اللي عايز تاخد منه جزء تخصصه لنظام الفيد او اس، وتدوس على شرينك فوليوم. طبعا المساحات هنا بتبقى بالميجا بايتس، فهنا الهارد 1 تيرا فهو هنا جايب لك المساحه بتاعته 930,000 ميجا تقريبا، ده اللي هو المساحه الاقرب للواحد تيرا. فالمساحه اللي انت بتكتبها تحت هنا دي ده الجزء اللي انت هتاخده من الهارد، فخلي بالك كويس وانت بتكتب المساحه. فايا كان المساحه اللي انت هتاخدها زي مثلا 64 جيجا هتعمل شرينك فوليوم. بعد ما عملنا شرينك فوليوم لل 64 جيجا الجزء ده هيبقى طبعا محتاج ان انت تحط له درايف، لان هو متاخد من الهارد بس الجهاز مش قاريه، فانت بتعمل له درايف وبتختار حرف معين ليه دي او اتش او جي اي حاجه، ممكن تسميه اسم فيدو اس مثلا، وبعد كده بتاكد الهارد درايف ده والدنيا خلاص تمام.
نبدأ بعد كده في عملية السيت اب، ان انت هتسيب الفلاشة طبعا عليها نظام الفايدو ايه زي ما هي، وهتعمل ريستارت للجهاز، والجهاز بيفتح بقى، فانت هتدوس على زرار البوت مينيو اللي هو ممكن يبقى عندك F12 او F9 او الاسكيب، ودي طبعا بتختلف من الجهاز للتاني. هتختار من البوت مينيو الفلاشة اللي انت حاطط عليها النظام، وبعد كده هيبدأ يفتح الفيد او اس. في الاول انت هتمشي بالفلو عادي اللي هو هتختار بقى اللغة والحاجات العادية دي، وبعد كده هيجي يقولك try it first النظام لو انت عايز تجربه وهو على الفلاشة زي ما هو قبل ما تعمل له انستول، فهيفتح لك النظام وهو محطوط على الفلاشه لو انت عايز تجربه، تجرب مثلا الكاميرا تفتح الحاجات دي كلها، وانت جوه النظام فانت تقدر تحمله من كلمه انستول فيدو اس من تحت او من النوتيفيكيشن بار تحت على اليمين اول ما تفتح الجهاز على تراي ات فيرست. لكن لو انت خلاص انت هتنزل النظام على طول فانت هتخش على الانستوليشن عادي. بعد ما بتختار ان انت تنزل الفيدو اس فبيديك اختيارين، ان انت تعمل الفول انستوليشن وده طبعا هيفرمت الجهاز بالكامل ويحط عليه نظام فيد او اس. طبعا لازم تبقى متاكد ان انت عامل باك اب لاي حاجه مهمه قبل ما تعمل الخطوه دي لان الجهاز هيتفرمت بالكامل. ولو انت هتسطب الفيد او اس جنب الويندوز فانت هتخش على المالتي بوت وهتختار الدرايف اللي انت عملته اللي هو كان 64 جيجا مثلا، ان ده اللي هينزل عليه النظام. وهنا حاجه جميله بقى في نظام الفيد او اس، ان انت مش محتاج اي برامج لدول بوت، انت اول ما تفتح الجهاز هيخيرك ما بين الويندوز وبين الفيد او اس لما تيجي تفتح، مش زي كروم او اس ان انت محتاج برنامج تاني علشان يخيرك ما بين الويندوز والكروم او اس، لا هو هنا بيخيرك ما بين الاثنين اول ما تفتح الجهاز على طول. طبعا وانت عامل سيت اب اتاكد ان انت تكون كونكتد لنت، بس يكون نت مستقر، مش لازم يكون سريع قوي يعني، بس تكون كونكتد لنت مستقر، ان هو بيحمل بعض الملفات الصغيره وهو بيعمل عمليه السيت اب. لانه انا بعمل سيت اب للنظام قبل كده عمل فيلد مرتين بسبب ان النت ما كانش مستقر، فدي نقطه مهمه جدا، لو عمل لك فيلا او اي حاجه جرب تاني برضو مش هيحصل حاجه. بعد ما تخلص لو عايز تبدا بتخش على النظام تعمل اكونت على الفيد او اس حاجه زي جوجل اكونت كده، او لو انت عايز تعمل يوز لوكال اكونت تخش بجوجل او ما تخشش باي حاجه تبع الفيد او اس، دي طبعا حاجه باختيارك انت. وبعدها خلاص النظام هيكون نزل كده، نزلنا الفيد او اس بشكل رسمي. حلو، في المرحله دي هو زيه زي الكروم او اس بالظبط. علشان بقى نشغل البرامج بتاعت الاندرويد ونخليها تشتغل فيه هنبدأ نعمل ايه بقى؟ تحت على الشمال هنفتح المنيو من الزرار الدايرة ده، وهتلاقي فيه ايقونة اسمها اندرويد، هتدوس عليها تأكسبت وتشغلها، لان ده اللي هيشغل السب سيستم بتاع الاندرويد كأنه نظام موازي لنظام الفيد او اس عشان يدعم برامج الاندرويد تشتغل عليه. بعد ما تأكتف الاندرويد سب سيستم فانت هتخش على الستور بتاع الفيد او اس من المنيو برضو، هتلاقي فيه حاجة اسمها اوبن جي ابس اللي هي الجوجل ابس يعني، هتحمل البرنامج وان انت طبعا يبقى شغال كويس، يطلب منك ان انت تعمل ريبوت فهيعمل ريستارت للجهاز تاني، وهتلاقي وجهاز بيفتح هتلاقي البلاي ستور ظهر وكده، يبقى مبروك عليك معاك نظام فيد او اس، نظام سهل معاه كل برامج الاندرويد. تقدر بقى تخش من البلاي ستور هتدخل الجيميل بتاعك وتبدا تنزل الابس اللي انت عايزها. الابس طبعا ممكن تشتغل كانها بريشيو 16:9 كده زي التليفون، او عايز تكبرها فول سكرين، ده على حسب كل ابلكيشن. طيب بعد ما نزلنا النظام ايه المميزات والعيوب بتاعته؟ والواحد طبعا مستغرب من كلمة عيوب لان مش هيبقى فيه عيوب كتير، بس خلينا دلوقتي في المميزات. المميزات ان النظام ده سموز جدا واسرع من نظام الكروم او اس، كمان كون ان يبقى عندك كل برامج الاندرويد مفتوح عندك وشغال عندك، فتقدر ان انت تستخدم الجهاز حتى لو انت اوفلاين مفيش نت. الكروم او اس لو انت ما عندكش نت او مش شغال بنت فهيبقى يعتبر اكتر من نص الجهاز ملوش لازمه، الا بس لو انت معاك ملفات او اي حاجه اوفلاين، لكن انت هنا عندك برامج الاندرويد كامله فتقدر تستخدم البرامج دي بشكل طبيعي. كمان اي ابديتس للنظام بتنزل لك وبتعمل لها ابديت عادي جدا. طيب اما نيجي للعيوب، هو عيب واحد الصراحه وهو يعني بيظهر للاجهزه اللي هي بتبقى الامكانيات بتاعتها قليله قوي، يعني مثلا لو انت فتحت اي ابلكيشن من الاندرويد سواء بلاي ستور نفسه او اي برنامج انت محمله من البلاي ستور، الجهاز بيقعد شويه تقيل لحد ما البرنامج يفتح وبعد كده بيفك خلاص، بيفك بقى لانك تفتح كل برامج الاندرويد تمام، لكن لما تفتح برنامج اندرويد لاول مره وانت لسه فاتح الجهاز بيحصل موضوع اللاج ده. ده طبعا معتمد على قوه الجهاز، يعني
كل ما الجهاز بيبقى احسن كل ما الموضوع بيبقى اقل. ولكن دي كانت نقطه يعني لازم احذر منها، اكيد مش هتضايق ناس قوي، بس يعني دي حاجه لازم احذر منها، بالذات لما يكون الجهاز اللي هتحط عليه نظام الفيد او اس يعني قليل جدا في الامكانيات، وفي الطبيعي ان هو اصلا النظام هيبقى شغال معاك سريع ايا كان امكانيات الجهاز، بس حته البرمجه بتاعت الاندرويد دي كنت لازم انبه عليها. وبس كده، دي كانت كل حاجه عن نظام الفيد او اس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. اشوفكوا الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.